أهمية الدعم السياسي لهذه الآلية للبلدان الثلاث؟ أولا يعني هذه الأهمية تفتح أمامنا ثلاثة آفاق، وهي الأهمية السياسية والأهمية الاجتماعية والأهمية الاقتصادية. فتح آفاق أمام المشروعات الصغرى، وأيضا فتح الآفاق يعني أمام هذه الدول. حتى دائما نلاحظ أن الاحتياج الأمن الغذائي أو احتياجنا دائما يكون آتي من خلال الدول الأوروبية. في جائحة كورونا يعني رأينا غلو الأسعار، ورأينا ارتفاع الاقتصاد، رأينا انخفاض في الاقتصاد، ورأينا عراقيل جدا. لكن عندما يكون هناك توافق دولي ما بين الدول الثلاث، وهناك منح مشروعات صغرى ومشروعات كبرى، ايضا افاق امام محطات التحليه ومحطات معالجه، اعتقد انه سوف يكون امامنا عده خيارات، وهي يعني تبادل الخبرات ما بين الدول الثلاث. واعتقد انه اليوم اطلقت عليها اسم ومتابعه النوايا البيضاء، لأن فعلا هذه النوايا الجميلة التي ترتقي بالدول، أعتقد يعني نشتاق إليها كثيرا، ونشتاق دائما إلى توحيد الجهود، سواء في توحيد الجهود الاقتصادية أو السياسية. من خلال هذه التشاور الجزائري التونسي الليبي، أعتقد أنه هو بعض التنقيط التي كانت تعرقل حتى المسار الاقتصادي السياسة أصبح الآن يعني واضح. نحتاج أيضا من خلال قناتكم الموقرة، من خلال الأمن الغذائي، نحتاج توفير الأمن الجوي، وهو يعني توفير غطاء جوي بين الجزائر وبين ليبيا، وفتح الآفاق، لأن فعلا يعني رأينا فيها يعني جزء لا يتجزأ من إنجاح أي تشاور أو أي آلية في هذه الوضعية التي رأيناها الآن. الحقيقة الأمر الذي يعني تشابك الأيادي ووحدة الصف، يعني هذه ندعو إليها دائما وأبدا، وبالأخص عندما تخرج من القادة المثلث الأبيض الذي نراه يعني يعني كالسيف الذي ربما سيكون على رقبة من يحاول أن يعرقل أي حركة، سواء في ليبيا أو في تونس أو في الجزائر، لأن هذه القمة يعني أنشأت هذه الآلية، نتمنى لها أن تكون بمجال أوسع من هذا، وتكون في عدة مجالات من غير المائية أو من غير الأمن المائي. بالعكس، نحن يعني ليبيا تمتد على شريط الساحل، لدينا الثروات والحمد لله، ولكن لا نستطيع ان يعني في من خلال الانشقاق او من خلال الانقسامات او من خلال الأنانية السياسية اصبحنا يعني قاب قوسين. ننظر الى كيف تحاول ان تجدد من نشاطها في التطوير، ولكن نحن بقول في هذه الحالة يعني نتمنى من هذه المثلث الابيض ان يستمر في عدة مجالات، وليس في المياه الجوفية فقط، ولكن حتى في تحلية المياه، المشاريع الصغرى، الزراعة، لأننا لا تستطيع أن نرتقي باقتصادنا طالما أن هناك تهديد يواجه هذه الآبار أو تواجه المياه الجوفية من خلال التغير المناخي، من خلال الفيضانات التي رأيناها، من خلال انهيار بعض السدود. فنتمنى أن تكون هناك آلية حقيقية لبناء مشروع اقتصادي دولي يبين مدى نجاح هذا المثلث الأبيض الذي يحمل النوايا البيضاء، والذي سوف بإذن الله يرتقي طالما نحن الشعوب للموالين لقاداتنا المتواجدين الآن مجتمعين. فأنا متأكدة أنه هو سيظهر إلى النور، وسيكون لديه تداعيات مستقبلية أخرى، ويعني من ناحية التنمية الاقتصادية، من ناحية التنمية المستدامة.